عندما نتكلم على رقمنة نتكلم على الشفافية، ولا نتحدث على التلاعب، لا نتحدث عن التهرب الضريبي. ومن هذا المنطلق أردت أن أتكلم على تجربة مرت بها وزارة المالية عندما قام القائمون عليها بتقريبا استعمال نظام ما يعرف ب System Application and Product الذي قامت بالإشراف عليه مؤسسة إسبانية ولم ينجح. كانت الانطلاقة في 2017، إلى حد الساعة لازلنا في حدود تهرب ضريبي في حدود 12,000 مليار سنتيم سنويا، وهذا ما يؤكد على فشل هذه البرمجة. بارك الله فيك، انت لخصت كل شيء، لان الرقم انا اصلا التعريف انتهى، هو الشفافيه ولا تراسابيليتي، اثنين حاجتين، بمعنى تكون الشفافيه ولا تراسابيليتي. بالنسبه الي شخصيا، من يقاوم الرقمنه فهو لا يريد ان يتعامل بشفافيه. انا هنا لا اتهم لا شخص ولا شيء بعينه ولا مؤسسه بعينها، انا اقول ان الرقمنه اليوم اصبحت حتميه، بمعنى ان لا بديل لنا. اليوم راهم بداوا يخرجوا لي بنك الكترونيك، معناها البنوك الالكترونيه، والبنوك الالكترونيه هذه مثل مثلا بيسيرا ولا انفنتيس، ولا موجود نماذج كثيره، اصبحت هذه ما عندها سيركورسال، تفتح الكونت بنكير من عندك من البيت، تفتح كونت وتحط فيه فلوس وممكن تدفع وما يشوفك ولا واحد. منصات افتراضيه، منصات افتراضيه استاذ بوشريم. نعم، منصات افتراضية ببساطة. منصات افتراضية، بارك الله فيك. أكثر شيء أنهم ممكن يعملوه معك أنهم يعملوا انترفيو أونلاين، وتأخذ الصورة نتاعك بالهاتف مباشرة، تأخذ الصورة نتاعك ويفتحوا لك الكونت، فقط تحتاج إلى عنوان وين يوصلوا لك الكارت هذه بنكير وخلاص. بمعنى أن في الأيام القادمة وفي السنوات القادمة كل هذه البنوك الوطنية ستموت، لأننا لما نقول الرقمنة نقول للرقمنة يجب أن نتحدى الجغرافيا والزمن. اثنين شيئين يجب أن نتحدى الجغرافيا والزمن، بمعنى إذا نتحدث على رقمنة المنظمة البنكية في الجزائر، ليس للعمل في الجزائر داخليا فقط، ولكن لدخول السوق الأجنبية ولفتح الفرصة للشباب الجزائريين المبدعين لدخول أسواق العالمية وللمنافسة. وإلا لماذا ندخل في الرقمنة فلا جدوى لها أصلاً؟